أعلن ممثلو حزب المؤتمر وحلفائه ومكون أنصار الله في مفاوضات موفنبيك رفضهم دعوة الرئيس هادي لنقل الحوار إلى العاصمة السعودية الرياض. إلى التفاصيل. الدعوة التي أطلقها الرئيس هادي بنقل الحوار إلى العاصمة الرياض قوبلت بالرفض من قبل مكون أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، في الوقت الذي رحبت فيه بعض أحزاب اللقاء المشترك في دعوة الرئيس هادي لنقل مقر الحوار للرياض. نحن موقفنا نعتقد أن الآن الأمور تتحرك بصورة إيجابية هنا في صنعاء، ويجب أن لا نفكر بالانتقال طالما والأمور في تقدم. التجمع اليمني للإصلاح وتقريبا بعض أحزاب المشترك، ليس لدينا مشكلة في المكان، فليكن الرياض، فلتكن عمان، فلتكن تعز، فلتكن يعني أي مكان، يعني هي بالتأكيد غير صنعاء، لسبب أن مشاركة الرئيس هادي كما قلت سلفا أمر أساسي، ولا أعتقد أن أحد من طرفه أو هو يستطيع أن يحضر إلى صنعاء في هذه الأجواء. مكان الحوار قبل أي حوار، هذا ما أكدت عليه بعض مكونات المشترك وعلى رأسها حزب الإصلاح، والذين دعوا إلى ضرورة وجود ممثل للرئيس هادي في العملية التفاوضية. شكل الرئاسة أمر بالتأكيد لن يتم حسمه إلا بالعودة للرئيس هادي، والرئيس هادي ما زال غائبا عن طاولة الحوار، وبالتالي في الكلام الذي أعلمه أن حضور من يمثل الرئيس هادي أو الرئيس هادي بالشكل الذي يختاره لطاولة الحوار التي هي الآن نصف طاولة، ليست طاولة كاملة، نصف دائرة. الفرصة متروكة للسيد جمال بن عمر لمعالجة القضايا التي هي شائكة، يعني ما يتعلق بمكان الحوار، فيما يتعلق بمشاركة الأخ رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإقناع كل المكونات بما لديه من مقترحات، وكذلك بإقناع والتواصل مع العالم الإقليمي والخارجي. جلسة اليوم تركزت على النقاش الحكومة وبعض الاستراتيجيات التي رآها المؤتمر وحلفائه بالإيجابية والهامة، بينما رأتها بعض القوى السياسية نقاش في الثانويات بعيدا عن الأساسيات.